آسف جدا، الظاهر إني غلطت في العنوان، أنا كنت قاصد بيت الدكتورة حريصة نظيف، سلام عليكم. هنا بيت الدكتورة حريصة. هنا؟ أيوة يا فندم. حضرتك أنا الأستاذ فطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل حضرتك. بعد إذن حضرتك؟ ممكن الشوز؟ لا مع حضرتك، اولا الشوز ده بتاعي انا، ثانيا انا والله العظيم لسه غاسل رجلي قبل ما انزل حالا. لو سمحت. حاضر. انا اخلعه بس علشان خاطر ذوقك وادبك. ايه الابتسامه الجميله دي؟ حاضر يا سيدي. لا بعد اذنك. بتاعي بعد اذنك. حاضر يا سيدي، انا هخلعه بس علشان خاطر ذوقك وادبك. ايه الابتسامه الجميله دي؟
اتفضل يا سيدي. ادخل منين بقى؟ اتفضل حضرتك. حاضر. ايه الادب الجم ده؟ حاضر يا فندم حاضر. اتفضل منك. من هنا؟ واضح انكم منظمين جدا. هنا؟ لا هنا. بس ده حمام. لا حضرتك لا والف لا حضرتك. انا لسه مستحمي قبل ما انزل وزي الفل. لو سمحت. ما انا يعني هو الدرس هيبقى جوه الحمام؟ لا يا فندم، حضرتك تغسل ايدك ووشك بالمطهرات. حاضر 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 يا سيدي. واضح ان النظام والنظافة هنا في البيت سمة اساسية من سماته. وانا بحب النظافة جدا. يا سلام، يا ريت كل البيوت كده، يبقى شعب متحضر جميل. ده أنا بموت في النظافة. أظن بقى أنا كده تمام قوي. ممكن بقى تقول لي ثانية واحدة يا فندم. تاني بعد إذن حضرتك. ايه ده لا 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 كفايه فوق 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 ايه شكرا. لا لا كفايه بقى لحد هنا بقى. انا مدرس محترم ونضيف. اتفضل 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 البس. ايه ده انا البس كل ده؟ حاضر. ممكن بقى حضرتك تقول لي الدرس هيبقى فين؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ مستر فاتشي، ارجو الانتباه اثناء الدرس. إذا شعرت بسخونة أو بدوخة يا ريت تبلغنا على طول. أنا عاملة هنا غرفة للعزل، المشروبات في أكواب بلاستيك، ويا ريت تتخلص منها فور الانتهاء من الشغل. حضرتك أنا مش عيان. ما أنا عارفة يا مستر فاتشين، بس الحرص واجب والوقاية دي شيء كويس. حاضر، ممكن بقى بعد إذن حضرتك نبدأ الدرس؟ اتفضل حضرتك. شايفني يا زياد وسمعني هناك؟ سمعك يا مستر. احنا هنبدأ الأول. لا بقى كده مش هينفع خالص، مش كل جملة أجي أقولها تقعدوا ترشوا كده. يا سيدي أنا عارف، يا سيدي أنا عارف إن النظافة والنظام ده شيء كويس، لكن مش للدرجة دي. كده بقى مش هينفع خالص، كده مش هينفع، مش هينفع اشرح خالص، مش كفايه اللي انتوا ملبسينهولي ده. يا دكتوره حريصه، يا دكتوره حريصه. في ايه يا مستر فاتين؟ ظهرت اي اعراض؟ اعراض ايه حضرتك؟ انا كده بقى مش هينفع خالص، ما هو انا مش كل ما اجي اتكلم كلمه الاقيهم بيقعدوا. اهو اتفضلي حضرتك، انا بقى هقعد اشرح ازاي حضرتك؟ والله العظيم انا لو اعرف ان الدرس هيبقى بالشكل ده انا كنت عديت على المستشفى وجبت لكم شهاده صحيه معاك، او كنا خدنا الدرس في المستشفى وخلاص. شيلوا زياد من هنا بسرعه بسرعه. وكل واحد يخلي باله من نفسه وحطوا المريض في اوضه العزل. يلا بسرعه. انا مش مريض، سيبوني وانا لازم اقعد من كتر التدريب. انا مش مريض، الحقوني. وما سابونيش يا عم انس غير لما عملوا لي كل التحاليل لغايه لما اتاكدوا ان انا سليم. الحمد لله بقى. انا بس كل اللي صعبان عليا يا عمي ان انا جاي من هناك لحد هنا حافي. خلاص بقى يا فطين. الله خلاص يا اخي. ايه حصل خير؟ الناس معذوره برضو يا فطين، ما الكل خايف. يلا اطلع بقى جهز نفسك عشان الحفل. حاضر يا عم. عم انس من حق لما تيجي خطيبتي لمياء يعني اوعى اوعى تقول لها لحسن تزعل مني. المهم انت ما تقولهاش. حسين ايه ده حضرتك اتعدلت؟ يا نهار ابيض. لا ما تسكتش ما تسكتش، انت لازم تحلل. برافو عليك يا حضره الضابط، كده تمام. شكرا يا فندم، البركه في توجيه سعادتك. الخطوات اللي جايه محسوبه ومدروسه. بس خلي بالك يا حضره الضابط، الموضوع مش سهل.
عارفه يا فندم، وان شاء الله اكون قده. وانا واثق انك هتنجحي في تحقيق هدفك. شكرا يا فندم، بعد اذن ساعتك. يشو حبيبي، لا بجد بجد انا زعلان. بيبو اتفضلي. زعلان؟ دي مواعيد انا مش هستنى حد بعد كده. اتفضلي. هو احنا كان في بينا ميعاد اصلا؟ وبعدين انت بتعمل هنا ايه؟ مش هقول لك يا ستي قبل ما تقولي لي ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا ساره. انت مش ممكن على فكره. عارف. شكرا يا بيبو. اصل يا فين؟ قولي لي بقى انت ايه اللي جايبك هنا؟ عندي ميعاد مع واحده صاحبتي، لما بنبقى فاضيين بنيجي نتقابل نشرب حاجه نرغي شويه كده يعني. من حظي بقى انها اتاخرت. لا ما هي مش جايه اصلا، اتكلمت واعتذرت. مش جايه؟ حلو قوي، احسن. نعم؟ لا قصدي يعني احسن لحسن. الجو النهارده برد قوي. سيرك في المطار. قولي بقى انت بتيجي هنا كتير؟ اصل انا بحب المكان ده قوي وما بسرحش غير هنا. بس هنا بقى بسرح اكتر مش كده؟ كده. قولي لي بقى انت عباره عن ايه؟ يعني ايه؟ قصدي يعني كلميني عن نفسك شويه بس باختصار لو سمحت. معاك المايك. اوكي. بصي يا ستي، انا اسمي ساره عاصم، وحيده بابا وماما. بابا متوفي، عايشه انا وماما لوحدنا. ماما دكتوره. انا بحب الموسيقى والعزف جدا، يعني تقدر تقول عني انسانه بسيطه، وبحب كمان الانسان البسيط. عندي احلام كتير قوي قوي نفسي احققها، ان شاء الله هحققها كلها. بس ان شاء الله صعب. امال لو ما قلتلكيش باختصار. قولي بقى انت عباره عن ايه؟ ايه؟ يعني احكي لي عن نفسك شويه بس باختصار لو سمحت. اتفضل. مايك مايك. انا؟ انا بصراحه كنت بحب المكان ده قوي، بس هنا احسن بكتير. لا بجد انت غريب. انا عارف. انت ايه كده؟ يعني اللي بيجي على بالك بتعمله من غير ما تفكر في اي حاجه؟ بصي اصل انا بحب اكون طاير على طول، المكان اللي يعجبني اروح له. ما قلتليش بقى انت بتشتغل ايه؟ هي فرقه معاكي قوي طبعا. مش انا حكيت لك كل حاجه عني؟ بشتغل يا ستي مدرس، مدرس دراسات تاريخ يعني. لا مش ممكن. ليه مش ممكن؟ ليه هو لازم يعني المدرس يكون بيصحى بدري ويكون بيلبس نظاره بيلبس بلوفرات واكيد طبعا بينام بدري يعني حاجه زي كده. لا ما هو انا ببقى كده في المدرسه، انما بقى بره المدرسه وبره الشغل بحب اعيش يعني عصري كده ومنطلق. انما هو بقى ايه ده؟ ايه ده؟ استنى استنى استنى. هو مين؟ لا قصدي انا ببقى مدرس يعني في المدرسه الصبح وكده، ببقى يعني مختلف خالص. انت عارفه يا ساره انت ممكن ما تعرفنيش. لا والله. انا لازم اطير بقى دلوقتي عشان اجهز. استنى بس انت هتروح على فين؟ عندي درس بس هو بعيد شويه، بيتكلم عن لبنان والماس في العصر الحديث. اه هتركب ورايا ولا المكان هنا شكله عجبك؟ لا لا استنى انا جاي. استنى يلا. استنى بس ما تتاخريش بقى المره الجايه. اتاخر عن ايه؟ بس ايه رايك في البرتقال؟ كويس. هو بقى ولا الاناناس اللي كان في البوفيه؟ فاكره؟ يعني هو قال لك انه راح الدرس فعلا يا عمي؟ ايوه. لا يا عمي راح الدرس ولا لا؟ لما سليم ما انت عارفه فاطين ما بيقولش حاجه. يا عمي فاطين بيقول لك على كل حاجه، وبعدين انت متوتر ليه وانت بتتكلم معايا؟ ها اهو جه اهو. عم انس عم انس يلا بقى دلوقتي، هي دلوقتي في البرندة لوحدها خالص، فرصتك بقى. لا انا مش هقدر يا فاطين. يا عمي انت لا، يلا بقى روح اجمد كده. ظبطت العم انس كل حاجه يا لمياء. عملت ايه في الدرس طمني؟ كل حاجه متظبطه لعم انس. بقول لك عملت ايه في الدرس؟ ايه لمياء؟ هو ده وقت درس ده؟ وبعدين ده عصير برتقال وعرفناه، ده بقى ايه؟ عصير برسيم. اضحك يا شيخه اضحكي. منور يا استاذ انس. تعيشي. انا الحقيقه كنت عايز كنت يعني عنطره يا عمي. ايه؟ عنطره بن شداد. طيب حاضر. انت ايه رايك في عنطره بن شداد؟ من ناحية ايه؟ بتقول لك من ناحية ايه؟ طب ادخل على امرؤ القيس. طيب ايه رأيك في امرؤ القيس؟ امرؤ القيس؟ اه بصراحة يا أستاذ أنس أصل أنا محرجة منك قوي، أنا مش غاوية أدب وشعر عربي زيك. أنا
مش عارفة أقول لك إيه أنا، بس أنا بحب جول فيرن. مين؟ جول فيرن. وبعشق بودلير. ده هايل هايل بودلير ده. أكيد. وبعدين حضرتك لسه مش شربتش حاجة لغاية دلوقتي إزاي؟ ده البيت بيتك، اتفضل يا أستاذ أنس. إزاي اتفضل؟ مجلس أجنبي يا. يعني أنت عمالك تقول لعمك على عنترة وامرؤ القيس. طب وأنا؟ فيش كلمة حلوة كده؟ أنت رومانسي أهو، قولي أي حاجة. يا لمياء يا لمياء، أنا بعتبرك واعية وناضجة، وبعدين إحنا خلاص عدينا مرحلة المراهقة المتأخرة بتاعت عم أنس. وإذا كنت يا ستي عايزة تسمعي كلام حب فأنا هسمعك أحلى كلام يا لمياء. قول. عشان تعرفي أنا قد إيه بموت فيكي. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ما قلتليش بقى المصلحة دي تاخد منك كام يوم؟ مش عارف يا بونبوني، المهم تخلي بالك من أخويا فاطين ومن عم أنس. ها؟ الله. طب أبوك؟ لا، أبويا سيد الحوام، ما تخافش عليه. كان نفسي أجي معاك المصلحة دي يا مشو، وبعدين مش عايزك تقلق مني، أنا خلاص اتغيرت وتعلمت كل حاجة، وتقدر تقول إن قلبي ده بقى قلب ميت. أول مرة تسافروا وتغيبوا عن عيني. مشو خلي بالك يا دنايا من اخوك فطين، اوعى يغيب عن عينه. وهو ده كبير. اسم الله عليك يا حبيبي، وانت كمان خلي بالك من اخوه. يا ماما ما تقلقيش، دي حتى كفر الشيخ قريبه، اسمها شرم الشيخ يا ميشو، وفي جنوب سيناء، وهي مركز سياحي عالمي. خلاص عرفنا، يلا بقى بينا عشان ما نتاخرش. استنى يا حبيبي، خد يا حبيبي، خلي السلسله دي معاك، عشان يا حبيبي كل ما تشوفها افتكر كلام. ميشو ميشو، ايه الودان راحت فين؟ ده انت مش معايا خالص. زي ما قلت بالظبط. خلاص زي ما قلت. ايه ده؟ بس لو ابوك سأل عليك هقول له ايه؟ قول له راح مصلحه وبعدين هيخلصها ويرجع تاني. تمام، لو سأل عليك أقوله في مصلحة وأنا غبي. تمام، هقوله زي ما أنت قلت بالظبط. يلا يلا. يا عم أنس ضايقتني، طب ما قلتلهاش ليه بس؟ مش عارف يا فطين، لساني اتلجم وما قدرتش أقول. ده لو تتعلم من فطين ابن أخوك، ده أنا قلت القصيدة كاملة للمياء حبيبتي وهي واقفة متسمرة ومندهشة وطايرة من الفرح. مش كده لمياء يا حبيبتي؟ اه كده، بس ممكن بقى تشوف لي تاكسي عشان انا عايزه اروح، لاني تعبت من كتر القصائد الجميله، هتجنن. ما اجيب لها تاكسي منين بس دلوقتي؟ يا نهار ابيض برشام حكيمي، هبوس ايديكم، مش وقتكم خالص. انا معايا النهارده خطيبتي لمياء وعم انس، ابوس ايديكم وتفضحوني. لا لا ما تقلقش، انا مقدر موقفك يا استاذ فطين، المرة دي احنا مش جايين ناخدك خالص. بجد يا برشام؟ شكرا قوي قوي يا رجاله، والله العظيم انا كنت عارف ان انتوا هتقدروا يعني العيش والملح واللي ما بيننا. يلا يا عم انس. انا؟ هو في حد غيرك هنا اسمه انس؟ يلا على فين؟ انتوا مين اساسا؟ هتركب معانا بالذوق ولا نركبك بطريقتنا؟ مين دول يا فاطين؟ ها؟ ما حضرتك ما حضرتك بقى عم انس، اركب انت بقى معاهم وانا يعني هوصل خطيبتي لمياء وهتصرف انا بقى. اركب انت بقى معاهم. اركب مع مين؟ يا دي اشكالي تركب معاها دي؟ الله 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 الله، ده انت بتغلط كمان، ده انت شكلك كده مش هيجي بالذوق. لا لا، في ايه؟ يا حضرت في ايه؟ ما يصحش عم انس، عم انس ايه كده يا حضرت؟ ما يصحش كده. مع السلامه عم انس، بالراحه عليها يا برشام انت وكاميا. هو بالراحه. مع السلامه عم انس. حاسب الكاميرا. مين دول؟ انا هتصرف. ها؟ مين دول يا فطين؟ عم انس.
مع السلامة عم أنس، مع ألف سلامة. يعني مع السلامة مين دول؟ دول برشام وكيميا، يعني معرفة قديمة كده، وهم بيحبوا يهزروا معانا من وقت. ماشي يا شيكو ماشي، حصلت إنها توصل لعمي أنس. يعني خلاص يا معلم كله في التمام؟ مش تمام قوي يا ستيشن. قال ايه لسه هتفكر وتقلبها في دماغها براحتها، انا بقى مش هزهق بسرعه. خد. شكرا يا معلم. طب بقول لك ايه يا معلم، طب ما تسيبك من سميره هانم دي، طالما شايفه نفسها يعني، وتشوف مصلحه مع واحده غيرها. وريني كده، وريني. يلا يا معلم امي وشها وامشي. في امشي في ايه يا معلم؟ سيبني منها ازاي يا خول؟ ميرا دي المصلحه الكبيره، سميرة دي العملية الصح الصح، أحط فلوسها على فلوسي واطمن، وأول ما اطمن بقى أعمل حفلة اعتزال وعرض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. بس أنا مش هسكت، ده لما كان بيحصل معايا فكان ماشي بعديها، إنما بقى يحصل مع عمي أنس قدام خطيبتي الأنبياء، ده مش ممكن أبدا يا بابا. إيه اللي حصل يا ياد؟ ها؟ جاك هوا، ما تنطق. رجال الشيكو مدريد خدوا عم انس يا بابا. ما ياخدوه يا اخويا، هو ده اللي مزعلك قوي. ايوه بابا، يا بابا عم انس انا عم انس انا خايف عليه. روشني روشني، هو ملوش دم يا بابا. ما تخافش يا اخويا على عمك انس. في ايه يعني انت؟ تعالى يا بابا. في ايه يا بابا؟ انت هو ايه اللي وداك هنا؟ معلش. الله، في ايه؟ ده هينبخهم عمك انس ده، هم من نفسهم هيجيبوه لك لحد عندك. اطمن يا اخويا. يلا يا اخويا على اوضتك، خش. وانا مش هنام ولا هيجيلي نوم غير وعم انس نايم في السرير. مش انا اللي يحصل معايا كده يا استاذ شيكو مدريد، انت. واذا كنت ما انتش عارف مين انا اعرفك، انا انس الوجود حسان، تاريخ مشرف وبطل من ابطال حرب اكتوبر. يعني انا لا خايف منك ولا خايف من رجالتك دول. فلو سمحت، اولا خليهم يسيبوني، ثانيا يعتذروا عن الإهانة التي لحقت بي، ثالثا يوفروا لي وسيلة مواصلات مناسبة ومريحة توصلني لحد البيت، لأن الطريقة اللي جابوني بيها وجعت لي ضهري قوي. خلصت كلامك يا له؟ لسه ما خلصتش. لعلمك فطين ابن أخويا شاف رجالتك وهم بياخدوني، هنشوف بقى فطين هيعمل إيه عشان خاطر عمه. احذر احذر من مخالب الاسد. اسمعني انا بقى عشان عايز الخص لك الصوره اللي جنبي دي، انت اللي مصورها ولا مش انت اللي مصورها؟ ايوه انا. انا بقى الصوره دي جت لي هديه، وبساعد ما جت لي هديه وعكرت لي دماغي وفورت لي دمي، عشان كده جبتك هنا بقى عشان تصور لي الصوره زيها كده. انا واقف كده. التفاهه دي، انا مالي انا دمك اتعكر ولا ما اتعكرش؟ عايز تصور؟ تعالى الاستوديو اتصور، انما اصور كده بالطريقه دي بالعافيه لا يمكن يحصل ابدا. طب افهم، هتصور ولا مش هتصور؟ مش هصور. ولعلمك بقى ميشو ابن اخويا زمانه جاي، وانت عارف ميشو ممكن يعمل ايه. بس ميشو عارف عارف ميشو بس يعمل ايه. ميشو كفايه ميشو ميشو. سكتوه سكتوه. الو استاذ نور، انا ميشو من طرف فريق بيه. اهلا اهلا بيك. منوره بناسها والله. لا انا هوصل للاوتيل واجي لك على طول. سلام. يا جماعه يا جماعه، النهار طلع علينا وبرضه محدش فيكم فهم اي حرف من الخطه اللي انا من امبارح عمال اشرحها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا فطيم يا فطيم، ميشو كان بيرسم الخطه واحنا بننفذ وخلاص، وعمره ما خاف اي حاجه هو بيعملها. غلط غلط يا بنبولي، لان المهمه اللي احنا رايحينها دي مهمه خير وحق، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بيها. وكما قيل، من ركب الحق غلب الخلق. اهو الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده فجاه هو اللي بيضيع الخطه من دماغنا. وكمان انا دوري هيبقى ايه يا استاذ فطين؟ يا سوستة اصبر عليا، ده عاشر مره تسالني السؤال ده. لا وعاشر مره فهمهولك يا سوستة. يا حبيبي انت اهم دور فينا، ده انت الجناح الايمن لينا كلنا. يلا يا جماعة، أنا عايزكم بقى تركزوا معايا والآخر مرة، ها؟ علشان
عايز ادي شيكو مدريد ده درس خصوصي يطلع من نفوخه عشان يبقى يعرف ان كله الا عمي انس. واذا كان بقى هو عنده دماغ فانا عندي دماغ احسن منه، واذا كان هو عنده رجاله فانا عندي دماغ احسن منه برضه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. جاي لك يا شيكو يا مدريد، جاي لك عشان تعرف ان للصبر حدود واتقي شر الحليم اذا غضب. اما خليت عليها واطيها. معلش يا عم انس، معلش الخطه فشلت. معلش يا فاطين يا ابني، معلش انا مش زعلان، المهم ان انت حاولت. بس ما تقلقش يا عم انس، ما تقلقش، انا لسه معايا كارت تاني ان شاء الله هو اللي هيقلب الموازين كلها ان شاء الله، لانه هو قلب الهجوم. مش هو ده الكارت اللي انت بتتكلم عنه؟ سامحني سامحني يا فاطين، سامحني يا فاطين. سامحني يا عم انس، سامحني يا عم انس، المره الثانيه والاخيره الكارت اللي كان معانا اتحرق. هتصور ولا مش هتصور؟ لا بلاش بلاش يا عم انس، بلاش يا عم انس. حاضر يا فاطين هصور. تعجبني يا عم انس، تعجبني قوي، وتصورني معاه ومعاهم كده وهو متعلق، وتبعت الصوره لسيد الحاوي ونكتب تحت الصوره دي everything is okay امضاء عم انس. يا رب الفيلم يتحرق، يا رب الفيلم يتحرق. يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا اخ ميشو، ولك نورت، الف مرحبا. انت ما بتعرف قديش انا بحب مصر، ولك انا نفسي من زمان زوره، ولك انا بحب مصر وبحب اهاليها وبحب اهراماتها وخان خليلها، بحب كل شيء فيها. مصر في احلى من مصر، ام الدنيا مصر. تعرف اللي في الصوره دي موجود فين دلوقتي؟ ابو الميش، فريد بيه خبرني قبل ما تجي، بس انا بدي اقول لك شغله، المكان اللي موجود فيه هيدا الشخص يمكن يكون مكان خطر شوي. ما تقلقش، قول لي بس لاقيه فين وما تقلقش. ولك روق شوي روق شوي ابو الميش، انت هون ببيروت منك بمصر، هيدا المكان له خاصيته، انت ما بتعرف شي هون، هيدا البلد غريب من نوعه. انا بدي اياك تفكر شوي وتروق، بركي ما قدرت تنفذ الشي اللي جاي مشانه. فين المكان؟ شباب شيخش توا تشيخش المرد، ها مش بيك ابداي سكير تزميك، ولا اللي جابوك المكان هنا ما قالولكش ان دي مملكة الدرادو؟ يعني محدش يقدر يخرج او يطلع غير لما يجي يستأذني؟ انت مش لعيب، دي غلطة تتعاقب عليها. انت مين؟ عايز ايه؟ اسمك ايه؟ ميشو. مصري؟ تعجبني يا مصري، تعجبني.
الراجل اللي في الصورة ماشي تدور عليه ليه وتسأل؟ عايز منه ايه؟ في شغل ما بيني وما بينه. تاني؟ غلطة تاني؟ هتكذب تاني يا بيشو؟ مين؟ تتعاقب عليه. الراجل ده بحمايتي. بيدفع لي عشان احميه. يعني لو في شغل بينك وبينه كان قال لي. صح يا هيشو؟ ميشو. هيشو بيشو ميشو جو من فوق. سيبك غاف ها؟ اسمع. انا هسيبك تمشي. بس الغلطة التالتة بموتك يا مصري. مفهوم؟ توني. إليك. نسيت اقول لك ان الدرادو يحب ياخد تذكار من الابضيات اللي زيها. ايه غالي عندك قوي كده؟ مش كده غالي؟ ها توني، بس عايزك تعرف اني ما بحبش حد ياخد مني حاجه غصب عني. خلوا عينكم عليهم، هو اللي اسمه توفيق. في شيء معه بدي اعرفه من بعده. خلصوا عليهم. يلا. اف، هذا اللي صار معك؟ شفت ابو الميش، انا ما كان بدي اياك تروح حتى ما يصير معك اللي صار. مين قال دراودو ده؟ شو بك وطي صوتك؟ هيدا الدورادو من اكبر المجرمين هون ببيروت، وله عيون ودينين مسطوطين كلياتهم بالسوق. هو اساسا تركي بس من جذور عربيه، والناس بتخاف منه كتير كتير، بيحسبوا له الف حساب. هيدا الزلمه مجرم بيشتغل بكل شيء كل شيء، واهم شيء عنده الفلوس المصاري. قلت لي عرفت دلوقتي ليه توفيق سكن في الحيدة بالذات؟ ايه طبعا، لانه بيخاف انه يوصلوا له. بس انا اكيد انه توفيق مخبر الدورادو عن الالمازة، وقال له الدورادو كان حصل على الالمازة وتخلص منه. صح يا نور، عشان كده توفيق هيحاول يتصرف فيها بسرعة قبل ما الدورادو يحس بأي حاجة. اوف كورس، انا علشان كده لازم اراقبه بس بعيد عن عيون الدورادو. صديقي خلينا بالاول ناكلنا شلقمه ويصير بيناتنا، يعني كيف بدي اقول لك، زي ما بيقولوا في مصر، يصير بيناتنا عيش وملح، وبعدين بنفكر بموضوع المراقبه. شو رايك؟ بيصير؟ بيصير. منيح؟ بيصير. بالراحه يا كبير، بالراحه. فكوني. ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. مع السلامة يا رجال. واحدة واحدة بقى، وانتوا بتوصلوا عم أنس. ها هستناكم الساعة 2. مع الخير يا أستاذ فطي. صباح النور يا أخويا، صباح النور. مش وقت صباح الخير خالص. فكني، مين الناس دول اللي كل مره هيربطوك وعيرموك كده يا استاذ فاطمه؟ وانا قايل لك 100 مره ان دولت ناس اصحابي بيحبوني، وانا كمان ما بحبهمش يا جعيدي. انا لو منك اقطع معاهم والله. هو يعني من قله الصحاب؟ هو يعني بمزاج انا يا عم جعيدي؟ ما تخلص بقى، فكني. اها هنفكك. اها ده ايه الغرب ده يا ربي؟ اطلع يا استاذ فاطمه. ماشي يا اخويا، بالراحه بالراحه. اها ماشي. فرده الجزم جزمة جزمة جزمة، أهم حاجة أهم حاجة. ماشي ماشي. الحمد لله على السلام.
الله يسلمك. يا ظهري. عايز اعرف مين الناس دول اللي اخدوا عمك غصب عنه. اخد بس نفس يا لمياء يا حبيبتي وبعدين هما برضو نفس الناس اللي رموك قدام باب المدرسة ومخلينك مش قادر تصلب طولك كده. ايه ده، انت مين اللي قالك؟ جعيدي اكيد، اما وريتك يا جعيدي. سيبك من جعيدي دلوقتي وقولي عملت ايه في درس امبارح. ما تخلينا احسن في جعيدي. ها هو ازاي يفتن؟ هو ما يعرفش ان الفتنة اشد من القتل. انا لازم اروح اقوله. بقولك يا فاطين جاوب بالذوق وقولي مين الناس دول وعملت ايه في درس امبارح. بصي بقى يا لمياء يا حبيبتي، الناس دولت بقى كانوا عايزين عم انس علشان يصورهم، وبعدين انت عارفة بقى عم انس مفيش زيه في التصوير. طب وهم ما راحولوش ليه الاستوديو بتاعه؟ ما اصل هم كانوا عايزينه بقى في حفله خاصه كده هون، وانت عارفه ان عم انس مفيش زيه في التصوير. وايه اللي خلاهم يرموك على باب المدرسه؟ بيهزروا يا لمياء، بيهزروا، بس هم يعني تلاقي هزارهم تقيل. ماشي يا فاطين، انا هاكلها بمزاجي وهعمل نفسي مصدقاه. قول لي بقى عملت ايه في درس امبارح؟ ما لمياء بصي، انا بصراحه يعني مش عايز اقول لك علشان ما تفتكريش يعني ان انا بتحجج علشان ما اديش دروس خصوصيه، مع ان انا من جوه انا حابب قوي ادي دروس خصوصيه. انت هتقول لي؟ قول يا حبيبي، قول ما تخافش. قصدي هو لسه في مدرسين بيدوا دروس خصوصيه في اللي احنا فيه ده. عايز كل واحد يبقى حافظ دوره كويس في الخطه، مش عايز اي تقصير. انتوا لسه ما تعودتوش على الشغل معايا. اهم حاجه عندي ننفذ كل اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قدامنا ساعه واحده بس من دلوقتي، اتفضلوا جهزوا عشان نتحرك. اتحرك من مكانك. ألف مبروك يا حضرة الضابط، وخلي بالك أنت ليك مكافأة خاصة بمناسبة نجاح العملية. متشكر جدا يا فندم، احنا ماشيين بتوجيهات سيادتك. وأنا ثقتي فيك كبيرة يا ابني. يلا بقى جهز نفسك للعملية الجاية. جاهز يا فندم، بعد إذن حضرتك. اتفضل. الحمد لله. ها في اي اسئله يا ولاد؟ لا ايوه لسه. طب الحمد لله، انا بقى دلوقتي خلصت الحصه بتاعتي. في اي حد منكم عنده مشكله او بيشتكي من اي حاجه؟ او يا مستر عنده مشكله. ايه هي؟ احنا اتفقنا مع تودي ان هو يلعبنا ماتش كوره، وهو في فرقته واحنا في فرقتنا، هو اللي هيشيلنا ضغط الفصل ده. الله، فكره هايله وحضاريه. برافو عليك، برافو 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 عليك يا ولاد. النظافة سمة من سمات التقدم. بس دودي رجع في كلامه، يعني خايف؟ لا 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 دودي، لا انا عارف دودي كويس جدا، دودي لا يخاف ولا يتراجع، مش كده يا دودي؟ انا مش خايف، وحضرتك عارف عني ده، سلوكهم ما كانش عاجبني فهو اللي خلاني اتراجع ان انا العب معاهم. بس المرة دي تفكيرهم كويس يا دودي، دول عايزين يساعدوا في نظافة الفصل، وبعدين كمان ما تنساش ان الرياضة شيء كويس. انا موافق بس على شرط. ايه هو يا سدودي؟ مستر فاطين يبقى الحكم. انا
والله فكره. بصوا يا اولاد، عايزين النهارده ان شاء الله واحنا بنلعب في الملعب احنا تبقى رياضيه ونتسم بالروح الرياضيه العاليه، والتشجيع لازم يكون حضاري لان التشجيع سمه من سمات التحضر يا اولاد، والمنافسه لازم تبقى شريفه، يعني ايا كان الفايز ان شاء الله هنشجعه ونحييه، والمهزوم برضه هنشجعه ونحييه، يعني مش عايزين تعصب يا اولاد، فاهمين؟ فاهمين يا مستر. وبالمناسبة بتاعة التعصب دي يا أولاد، خلي بالكم إن الحكم بشر، يعني إن شاء الله هيغلط بأمر الله في أي وقت كان يعني، ها؟ فمش عايزين أي حد منكم، الفريق بتاع اللي لابس أخضر ده، مش عايزين أي حد منكم يزعل أو يحدفني بالطوب، اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. وليد، دودي، امسك يا دودي. لحظة واحدة. نلعب رف. تختار إيه؟ ملك. وأنت؟ كتاب. أكيد كتاب. ملك. كتابة كتابة. دودي دودي يلا، مش عايزين تعصب، احنا بنقول اهو.